بسم الله الرحمن الرحيم. Musculoskeletal System Practical Revision. تعالوا نفتكر كده التجربة بتاعتنا بتاعت Muscle Contraction والريكورد بتاع Muscle Twitch وكده. التجارب دي كلها اتعملت على عضلة اسمها Gastrocnemius Muscle عن طريق Stimulation of النيرف المغذي ليها اللي هو اسمه Sciatic Nerve. فالتجربة أو Preparation بتاعتي اسمها Gastrocnemius Sciatic Nerve Preparation. النيرف الاصل ان انا بدي نيرف ستيميليشن وبشوف الماسل كونتراكشن، بس احيانا برضو بنلجأ للدايركت ماسل ستيميليشن. بس ايا ما كان، سواء كده سواء كده، انا في الاخر بعمل ريكورد ايا ما كان الاستيميليشن كان على النيرف او على الماسل. كنا بنعمل ريكورد للماسل كونتراكشن نفسه زي ما اتفقنا اهو، ان انا بدي سنجل. لو عايز اعمل تجربة سيمبل ماسل تويتش، ان انا بدي سنجل ماكسيمال ستيميلس سواء للسياتيك نيرف او للجاستروكنيماس ماسل شخصيا، عشان اعمل ريكورد للسنجل ماسل كونتراكشن اللي حصلت نتيجه للسنجل اكشن بوتنشال ويف اللي حصلت. والسمبل ماسل تويتش كان مكون من سنجل كونتراكشن فولد باي ريلاكسيشن. وادي اهو الكيرف بتاعنا اللي احنا كنا فيه، شايفين ان سنجل اكشن بوتنشال نتج عنها رابيد كونتراكشن فولد باي ريلاكسيشن. الكيرف الكلاسيك ده اول ما بنشوفه بنقول الكيرف ده بتاع simple muscle twitch. وهو ليه simple؟ لان هو single stimulus just one stimulation once in time. ان انا بعمل stimulation تمام، بنلاقي ان الاكشن potential بتبقى الريكورد بتاعها. لو تخيلنا الريكورد ماشي ازاي، فهلاقي ان الاكشن potential wave بدأت الاول، ثم مع بدايتها واحدة واحدة بدأنا نخش في الفيزز بتاعتنا بتاعت ال simple muscle twitch. ده نموذج للأسئلة اللي ممكن تيجي في الجزئية دي. دلوقتي يجيب لك كيرف ويبتدي يسألك عليه سؤال أو أكتر. دياجرام أو كيرف، أنا هبص كده على الكيرف وأشوف السؤال المطلوب إيه. دلوقتي الدياجرام اللي قدامي ده مرسوم بهذا الشكل ومكتوب تحتيه This curve represents نقط. فاحنا خلاص، احنا من واقع يعني دراستنا المفروض ان احنا خلاص وصلنا لقناعة انه الكيرف ده اسمه simple muscle twitch تمام. الكيرف اللي هو بادي بحتة في الاول فترة انتظار اولانية، ثم contraction، ثم relaxation، وكيرف واحد فقط ده اسمه simple muscle twitch. نفس الكيرف ده انا ممكن اسال عنه بطريقه تانية، يعني مش لازم اسالك اسمه ايه، انا ممكن اتكلم على الاجزاء بتاعته. فمثلا هقول لك السؤال ايه: in this curve number 1 represents كذا due to كذا، number 2 represents كذا، number 3 represents كذا. فين 1 و 2 و 3؟ دول على الكيرف. number 1 مكتوبه هي على الكيرف، number 1 represents latent period. سببها ايه؟ التايم اللي خدناه من ساعه ما الاكشن بوتنشال حصلت لغايه الكونتراكشن ما بدات تمام. ده كده الجزء الاولاني. لو قال لك النقطه او الجزء بتاع الكيرف نمبر 2 بيريبريزنت ايه، نمبر 2 ريبريزنتس كونتراكشن فيز. وبالمثل البارت نمبر 3 ريبريزنتس ريلاكسيشن فيز. يبقى انا نفس الكيرف اللي قدامي ده مره ممكن اسال ده بيمثل ايه، وممكن برضه اسالك الاجزاء بتاعته ايه. دي كلها نماذج لاسئله فيما يتعلق بالكيرف بتاع السمبل ماسل تويتش. طيب احنا كنا برضه ذكرنا مجموعه تجارب ريليتد للماسل تويتش. كان اول حاجه تطرقنا لها بعد كده اللي هي الايفكت اوف تمبريتشر على السمبل ماسل تويتش. يا ترى العضله دي بالقوه بتاعه الاستيميليشن دي بظروف التجربه كلها، لو انا غيرت بس التمبريتشر بتاعه الميديوم اللي محطوطه في العضله، يعني عملت وورمنج للعضله او عملت كولنج للعضله، السمبل ماسل تويتش بيتاثر ازاي. وكنا اتفقنا ان الوورمنج بيزود الهايت اوف كونتراكشن وبيقلل الديوريشن تمام. العضله بتبقى مور اكتف، العضله بتبقى اكتف لان قوه الكونتراكشن بتاعها بيبقى اعلى. الهايت ده عباره عن القوه بتاعه الكونتراكشن بتاعتها، الامبليتيود اوف كونتراكشن بتبقى اقوى لان الفيسكوستي بتاعتها بتقل، والديوريشن بتبقى اقل لانها بتبقى نشيطه اكتر، الانزيم اكتيفيتيز بتاعتها بتزيد مع الوورمنج تمام. على عكس الكولينج، الكولينج بيعمل ديكريزد هايت
و increased duration. والسبب عكس أسباب الورمينج بالظبط. ده كده نموذج للسؤال فيما يتعلق بالإفكت of temperature على simple muscle twitch. The diagram below represents the curve of simple muscle twitch of the frog's sciatic gastrocnemius muscle preparation and its response to temperature. خلاص هو كده بيقول لك الدياجرام ده اللي المفروض ان احنا عارفينه والمفروض ان احنا بقى خلاص يعني حفظناه. فهو الكيرف بتاع سمبل ماسل تويتش، بس انا شايف كيرفات كتير في بعض. لا بس هو في حاجه بيغششك بيها، لو هو جايب الكيرف بهذا الشكل هيبقوا ثلاث كيرفات بس. يعني لو جايب الافكتيف تمبريتشر في الناحيتين فهيجيب لك الحراره بالورمنج وبالنورمال وبالكولينج، تمام؟ فهتلاقي كيرف فيه ثلاثة عشان بس ما نتلخبطوش مع كيرف الفتيج. الكيرف ده هتلاقي فيه ثلاث كيرفات سيمبل ماسل تويتش، وبتبقى مكتوبة في الغالب الحرارة فوقيهم، درجة الحرارة بتاعة التجربة، تمام؟ والأسئلة كمان هتغششني. يعني أنا مثلا هو كده كده راس السؤال قايل لي الـ response to temperature، وفي نفس الوقت الأسئلة كمان the effect of cooling on simple muscle twitch explain، what's the effect of warming on simple muscle twitch explain، تمام؟ وممكن في نفس الكيرف ده ممكن يسألني على الورمنج والكولينج، ممكن يسألني على واحدة منهم بس. فخلينا نشوف بس الإجابة بتاعتنا المفروض تبقى إيه؟ What's the effect of cooling on simple muscle twitch؟ والإكسبلانيشن بتاعها إنه زي ما اتفقنا الكولينج بيحصل فيه decreased height، قوة الكونتراكشن بتبقى قليلة عن النورمال تمبريتشر، وفي نفس الوقت الديوريشن بقت أطول. increase duration المدة اللي خدتها العضلة عشان تخش في contraction وتخلص relaxation أطول من المدة اللي خدتها في normal temperature أو في room temperature، وده نتيجة لإيه؟ لأن الانزيم activity بتاعت العضلة بدأت تقل. على العكس بقى what the effect of warming on simple muscle twitch، هنقول إن ال height أو amplitude أو قوة contraction زادت معايا بسبب إن الفيسكوزيتي قلت، وفي نفس الوقت ال duration بتاعت contraction بقت أقل نتيجة الـ increased enzyme activity. يبقى هي خلاص هو الموضوع كله فعلا عبارة عن أبقى عارف الـ effect وسببه، الـ effect وسببه. طيب هل بالضرورة إن أنا أما أجي أسأل على الـ temperature أو effective temperature and simple muscle twitch أجيب الـ curve اللي فيه تلات كيرفات ده؟ لا مش لازم، ممكن أجيب curve زي ده بالظبط اللي هو تاني الكيرف بتاع سمبل ماسل تويتش العادي بتاعنا، تمام؟ بس السؤال اللي تحته مش هيبقى مثلا ايه الفيزز ولا اسمه ايه، لا هيقول لك الايفكت اوف وورمنج اون ذيس كيرف از، وهيجيب لك تو ايفكتس كذا ديو تو كذا وكذا ديو تو كذا، تمام؟ فده نموذج تاني للاسئله. فاحنا هنقول الاجابه اهي ذا ايفكت اوف وورمنج اون ذيس كيرف از increased height of the curve due to decreased viscosity decreased duration of the curve due to increased enzyme activity. نفس الإجابات هي هي، نفس الكلام هو هو، ما اختلفش، هي بس صياغة السؤال هي اللي ممكن تختلف. مرة يجيب لك الكيرف فيه التلات أشكال للتمبريتشر اللي احنا بنشتغل عليها، مرة يجيب لك الكيرف بتاع simple muscle twitch، لربما يجي لك الكيرف ومعاه كيرف تاني بس cooling أو warming، يجيب لك الايفكت اوف وورمنج لوحده او يجيب لك الايفكت اوف كولينج لوحده. يبقى انا الايفكت اوف تمبريتشر يا هيجي الكيرف اللي فيه كيرف واحد بس، الدياجرام اللي فيه كيرف واحد بس، واسالك على الايفكت اوف تمبريتشر حتى لو هو مش مرسوم على الكيرف، نبتدي نتخيله كده مع بعض، يا اما كيرف سمبل ماسل تويتش ومعاه كيرف تاني وورمنج او كولينج، وده اللي ما ذكرناهوش في النماذج الاسئله، يا اما مثلا ثلاث كيرفات كل واحده منهم عليها درجه حراره مختلفه. وبرضه نفس الفكرة الأسئلة برضه هتلف وتدور حوالين الـ effect of warming هيبقى إزاي وليه، والـ effect of cooling هيبقى إزاي وليه. كان الجزء المتبقي في الـ simple muscle twitch اللي أنا بستعمل فيه single stimulus الجزئية اللي هي اسمها الفتيج. بنقول إن إحنا كنا بندي stimulus وبعديها تاني بس مش ورا بعض، يعني مش فريكونسي، ده بقى سنجل ستيميليشن بس كتير. قعدت كل شويه اقول لها يلا خش في سمبل ماسل تويتش، يلا نعمل كونتراكشن، يلا نعمل كونتراكشن، اوفر اند اوفر. وكانت التجربه زي ما هنشوف رسمتها دلوقتي، كانت ان انا بعمل يعني بقعد اديها ستيميليشن كتير وبعدين اعمل ريكورد للكيرف
وبعدين ادي استيميشن كتير وبعدين اعمل ريكورد للكيرف. فالخلاصة ان هو بيحصل حاجة اسمها فاتيج في العضلة. الفاتيج ده يا بيبقى جاي من النيورو ماسكولار جانكشن وتسمى نيورو ماسكولار فاتيج، يا بيبقى جاي من الماسل فايبر شخصيا، الماسل فايبر نفسها تعبت وبيبقى اسمها ماسل فاتيج. تمام، ادي كده الكيرف بتاعنا. المفروض ان احنا زي ما اتفقنا ان احنا بنخلي العضله نديها سنجل ستيمولس ونعمل ريكورد لسمبل ماسل تويتش، وبعدين نبتدي نعمل ستيميليشن من غير ما نعمل ريكورد، ونرجع تاني بعد 10-15 ستيمولاي مثلا، نبتدي نرجع تاني نريكورد كيرف جديد، وهكذا وهكذا وهكذا. افضل مكمل معاها بس اللي هو نظام ايه، في كل ثانيه مثلا ستيمولس واحد، يعني في السايكل الواحده بتاعه الدرام ستيمولس واحد سنجل ستيمولس بس. بكرر الموضوع ده، الايفنت ده بكرر، يعني بيكرر معايا اوفر اند اوفر. تكون النتيجه ان انا كل مره برسم فيها كيرف جديد بلاقي السترينث اوف كونتراكشن بتقل معايا والديوريشن عماله تزيد، يعني العضله بتزداد كسلا، بتزداد ضعفا، الكونتراكشن قوته بتقل وبيبقى واخد وقت اكتر، التويتش بياخد وقت اكتر مع الوقت. كل ما بشد على العضله اكتر، كل ما بتقل عليها اكتر وبحمل عليها اكتر، كل ما هي الاستجابه بتاعتها بتبقى اضعف مع الوقت، لغايه ابتو ان احنا ممكن نوصل لمرحله ان هي الطاقه بتاعتها خلصت خالص، لان لدرجه انها مش قادره يحصل فيها قصه الديتاتشمنت بتاعت الكروس بريدجز، فندخل في قصه اسمها الكونتراكتشر. ادي اهو زي ما احنا شايفين كل كيرف بيزيد معايا بيقل معايا الارتفاع وبيزيد معايا الديوريشن، اب تو ان احنا نوصل لقصه الانكمبليت ريلاكسيشن او الكونتراكتشر، اللي هو ان العضله ما بيفكش الاكتين من المايوسين بسهوله، وبالتالي ما بيوصلش الكيرف معايا للبيز لاين. ده اهو نموذج للاسئله اللي ممكن تيجي في جزئيه الفاتيج. The diagram below represents the curve of simple muscle twitch of the frog's sciatic gastrocnemius muscle preparation and its response to fatigue. هو من راس السؤال قايل لك ان دي تجربة الفاتيج. طيب فرضنا ان راس السؤال مش موجودة بهذا الشكل in the curve below. طيب السؤال الكيرف قدامي اهو مكتوب عليه effect of fatigue on simple muscle twitch، يبقى هو كده الكلو مديهوني فعليا، الرسمة اهي قدامي. بس حتى لو مش قايل لي ان دي تجربة فاتيج، هو الكيرف اللي فيه اكتر من 3 كيرفات اهو زي ما احنا شايفين، كيرفات كتيرة مرسومة فوق بعضها كده، وكل كيرف منهم بيبقى اقل في الارتفاع واكتر في الديوريشن عن اللي قبله، فبتلاقي اول واحد هو احسن واحد وبعديهم يبتدي بقى الريسبونس يضعف 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 يضعف، فهما كيرفات كتير اكتر من بتوع التمبريتشر. غير زي ما اتفقنا ان التمبريتشر احنا محتاجين نبقى برضو في الغالب كاتبين التمبريتشر بتاعه البريبريشن فوق كل كيرف، وهيبقوا بس فعلا ثلاثة بس، انما هنا لا طبعا ممكن الكيرفات عددها يكون اكتر، وكلهم ماشيين بنظام انه الاولاني احسن واحد ثم اللي بعده ثم اللي بعده وهكذا. ده على فرض ان احنا ما قلناش على الكيرف نفسه انه ده ايفكت اوف فاتيج، او ما قلناش في راس السؤال انه ده ان ريسبونس تو فاتيج. طيب احنا دلوقتي السؤال قدامنا اهو، السؤال بيقول the site of fatigue is، فاحنا عندنا الفاتيج ممكن يحصل على مستوى حاجة من الاتنين، يا بيحصل على مستوى النيورومسكولار جانكشن يا اما بيحصل على مستوى السكيلتال ماسل. تمام، نفس الدياجرام بنفس راس السؤال، ممكن اسأل على حاجة تانية، يعني ممكن اجيب الكيرف ده واقول لك مثلا الكيرف ده بيمثل ايه. طيب ممكن اقول لك الفاتيج بيحصل على مستوى فين، فين مكان الفاتيج بالنسبه لنا. ده سؤال ثالث بقى، the effect of fatigue on simple muscle twitch is، يا ترى الايفكت اللي انت شايفه قدامك ده لما العضله اقول ان بدها ريسبونس المسل ريسبونس تو فاتيج، ايه الدليل بتاعي، ايه العلامه اللي خلتني اقول ان ده كده فاتيج؟ اول حاجه decrease strength of contraction، بمعنى ان كل كيرف برسمه بعد الكيرف الاولاني بيبقى اقل في السترينث او في الهايت بتاعه عن اللي قبله، الديوريشن بتاعتنا واحده واحده عماله تزيد معايا، كل كيرف برسمه بيبقى الديوريشن بتاعه اطول من اللي قبله، بالاضافه ان احنا ممكن نوصل لمرحله الانكمبليت ريلاكسيشن او الكونتراكتشر. دي كده الايفكتس الكلاسيك بتاعه الفاتيج. تمام، يبقى احنا الفاتيج بالنسبه لنا اي فاتيج، حتى يعني مش لازم حتى اللي مرسوم قدامك ده، اي ماسل فاتيج
عبارة يعني بيحصل فيه الكيرف بتاعه ايه؟ decreased strength of contraction, increased duration و incomplete relaxation او contracture. دولت التلاتة effects بتوع الفاتيج. ده برضو نموذج تاني لنفس السؤال، نفس السؤال هو هو، ممكن اسأل عليه حاجة تانية. اسألك ايه هي causes of fatigue؟ فاحنا عندنا سببين مهمين جدا محتاجين نبقى عارفينهم، هما الاسباب كذا واحد بس احنا يعني هنا مختارين اشهر سببين اللي هما ATP depletion، يعني بدأت الـ ATP مخازن الـ ATP او معدل انتاج الـ ATP في العضلة مش ماشي مع ليفل الاكتيفيتي بتاعها، وبالتالي هنيجي في لحظة من اللحظات يبقى عندنا نقص في كمية الـ ATP اللي في العضلة، وبالتالي العضلة مش هتقوم بشغلها كفاية، لا هيحصل cross bridge cycling كويس، وممكن up to ان احنا ما نوصلش للcomplete detachment of thick and thin filaments اللي هي قصة الكونتراكتشر. يبقى ليه قصة منظومة الـ ATP depletion، ده السبب الأولاني. السبب الثاني حاجة اسمها اللاكتيك أسيد، زي ما اتفقنا إن اللاكتيك أسيد ده بينتج من الأنيروبيك ميتابوليزم، وده بيحصل لما يكون المعدل بتاع الحرق أعلى من إنتاج الميتوكوندريا للـ ATP. تمام، يبقى أنا طالب منها أكتيفيتي أعلى بكتير من اللي تقدر الميتوكوندريا تغطيه بالايروبيك ميتابوليزم، فبنضطر شويه نلجا للانيروبيك. الانيروبيك بيؤدي الى تراكم اللاكتيك اسيد، اللاكتيك اسيد ده بيعمل بين وبيعمل يعني ده اسيدتي برضو جو اسيدك، فهو تراكم اللاكتيك اسيد مش في مصلحه العضله او مش في مصلحه الكونتراكشن. تمام، وبالتالي العضله هتخش مننا في فاتيج. ده كده كان طريقة ستيميليشن تانية للعضلة غير اللي احنا مشينا بيه من بداية التجارب. كانت التجارب كلها كان simple muscle twitch, effective temperature on simple muscle twitch, effective fatigue on simple muscle twitch، كلهم عبارة عن single stimulus per cycle of the drum او per second. تمام، يبقى unit time بتاعتي هنقول مثلا per second. تمام، كان الfrequency of stimulation اول التجارب اللي فاتت دي كلها كان single stimulus وبالتالي كان اسمه simple muscle twitch. في ثلاث درجات تانيين للfrequency of stimulation درسناهم فعليا. اول واحدة منهم اللي هي separate contractions. يعني ايه separate contraction؟ يعني بلاقي العضلة دخلت مني في contraction وخلصته وخلصت ودخلت في relaxation وخلصته، يبقى انا لقيت الكيرف بتاعي بتاع simple muscle twitch كامل قدام عيني اهو. ادي frequency of stimulation وليكن مثلا 3 per second، ادي اول stimulus اهو، تاني stimulus، تالت stimulus. كل مرة الstimulus بيجي في لحظة تكون فيها خلاص المسل خلصت التويتش بتاعها، خلصت contraction and relaxation ورجعنا للbaseline بتاعنا. تمام، يبقى ده اسمه separate contractions. ما اقدرش اقول simple muscle twitch على الكيرف ده لان ببساطة شديدة it's not simple، خلاص الفريكونسي بتاعته اعلى من السيمبل موسل تويتش. بس ستيل المسافات او الفاصل الزمني ما بين كل ستيمولس والتاني سامح للعضله انها تبتدي كونتراكشن وتخلصه وتخلص ريلاكسيشن. يبقى الفاصل الزمني يسمح ان العضله تكمل كونتراكشن للاخر وتكمل ريلاكسيشن معايا للاخر، ده اسمه سيبريت كونتراكشنز. ولما بنعلي الفريكونسي اوف ستيميليشن اكتر من كده وليكن زي ما افترضنا في المثال بتاع تجربتنا 5 بير سكند، هنبتدي نلاحظ ان الاستيميلاي نفسها بدات تبقى قريبه من بعضها، نفس الاستيميلس قربت الفاصل الزمني ما بين كل استيميلس والتاني، وبالتالي بقى الاستيميليشن بيجيني في فتره الريلاكسيشن اوف ذا ماسل. يبقى كل مره الماسل بدات كونتراكشن وبتبتدي ريلاكسيشن، بس من قبل ما تخلص الريلاكسيشن كان المفروض تخلص بس ما بتلحقش لان الستيمولس من كتر ما الستيمولاي بقت اكتر في وحدة الزمن، فبقى الستيمولس بيجي في فترة الريلاكسيشن. يبقى second stimulus will fall during relaxation phase، فالعضلة بيحصل ايه؟ انها بتبتدي تخش في contraction جديد، واتفقنا ان مفيش ما يمنع ده لان انا once حصل depolarization بيحصل release of calcium automatic، فكل ما الكالسيوم متوفر في العضلة هيحصل activation of muscle protein وهيحصل cross bridge cycling، ومفيش ما يمنع في skeletal muscle ان القصة دي تحصل لانه كده كده العضلة ممكن يجي لها stimulation تاني وهي اثناء contraction لانه already بيبقى الاكشن potential الاولانية خلصت تماما بمجرد ما هي بدأت contraction.
وبالتالي مفيش ريفراكتوري بيريود في اللحظه دي ومفيش اي مشكله خالص، تستجيب لستيمولس جديد مفيش مشكله، والستيمولس ده لو جه في فتره الريلاكسيشن هيحصل لنا الكيرف اللي اسمه الكلونس اللي هو الانكمبليت تيتانس، اللي هو بدانا كونتراكشن خلصنا كونتراكشن وبدانا ريلاكسيشن، بس اثناء الريلاكسيشن دخل ستيمولس جديد فبدخلنا في كونتراكشن جديد وهكذا. يبقى ده الكيرف اللي هنلاقيه متشعلق لفوق كده، هتلاقي الكيرف عبارة عن عامل زي السنان كده، كونتراكشن ريلاكسيشن كونتراكشن ريلاكسيشن، بس ما بتوصلش للبيز لاين معايا، هي كلها فوق لان انا ما بكملش ريلاكسيشن اصلا. تمام، وده كده لما بعلي الفريكونسي في ستيميليشن اكتر واكتر اللي هو الدرجة الرابعة بقى من الفريكونسي، ان احنا بنوصل لمرحله الكومبليت تيتانس او الكومبليت فيوجن اوف كونتراكشنز. دي بتحصل ازاي؟ لما الفريكوينسي اوف ستيميليشن عالي قوي اب تو ان بقى الستيمولس بيجي معايا في اللحظه اللي هي في الفيز بتاع الكونتراكشن. تمام، فادي الستيمولاي بقت قريبه لبعضها قوي، الفاصل الزمني ما بين كل واحد والتاني بقى قليل جدا، فبقوا قريبين جدا لبعض فما بيلحقوا يعني على طول يعني ستيمولس يعني على طول بلاقي نفسي دخلت في ستيمولس جديد في ستيمولس جديد ستيمولس جديد. فاحنا بدانا كونتراكشن واحنا لسه اثناء الكونتراكشن بيجي الاستيمولس اللي وراه، يبقى السكند ستيمولس فولز ديورينج كونتراكشن فيز، فالعضله خلاص كملي كونتراكشن، بنكمل كونتراكشن زي ما احنا. هل لازم تخش في ريلاكسيشن؟ نو no. اتفقنا ان الريلاكسيشن كفينومينن كظاهره بتحصل نتيجه ان احنا توقفنا عن ستيميليشن اوف ذا ماسل الكتريكالي، وبالتالي اوتوماتيك الكالسيوم بامب بتبقى شغاله لوحدها، فهترجع الكالسيوم تاني السيركوبلازميك ريتيكولم، فتكون النتيجه فول ان انتراسيلولار كالسيوم كونسنتريشن، وبالتالي يرجع تاني التروبومايسين يغطي الاكتين اكتيف سايتس و و ويتوقف الكروس بريدج سايكلينج. فقصه الريلاكسيشن عشان تحصل لازم اكون مدي للعضله فرصه ان الكالسيوم يقل. طب انا لو مش مديها الفرصه دي عمال اديها ستيمولس ورا ستيمولس ورا ستيمولس، هيحصل ايه؟ هيحصل ان احنا هيفضل طول الوقت ليفل اوف كالسيوم عالي جوه العضله، وبالتالي الماسل بروتينز هتبقى اكتيفيتد طول الوقت، وهنفضل طول الوقت في حاله الكروس بريدج سايكلينج، يبقى هي طول الوقت هتبقى كونتراكتنج. فدي تاني اهو ستيمولس 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 كل مره بيجي اثناء الكونتراكشن فيز. ليه؟ لان انا مش مدي وقت كفايه، العضله ما بتلحقش تخلص كونتراكشن اصلا، بديها الاستيمولس الجديد وهي اثناء ما هي بتعمل كونتراكشن، وبالتالي هتكمل الكونتراكشن. تمام، ده كده نموذج للسؤال ممكن يجي ازاي في الجزئيه دي. الكيرف ده مشهور قوي يعني الدياجرام ده، حتى لو مختلف عن اللي احنا شفناه، احنا اللي شفناه ده كان فور ديمونستريشن، وده اللي كان يعني كان البرنامج بتاع السيميليشن اللي موجود، بس ده منظر تاني وما يفرقش خالص. الكيرف قدامي اهو مديك خمس مراحل من الفريكونسي اوف ستيميليشن، مش هيسألك عليهم كلهم يعني هينقي لك واحد او اكتر من الكيرفات دي ويبتدي يقول لك يا ترى ده بيمثل ايه. طبعا هو الكيرف نفسه شكله باين قوي المفروض للي عارف يعني ايه سيبريت كونتراكشن كلونس تيتانس، اول ما بتشوفه بتبقى عارف انه الدياجرام ده او الكيرفات دي بتمثل افكت اوف سيفرال سكسيسيف ستيمولاي، ولازم كلمه سكسيسيف دي نبقى عارفينها، سكسيسيف يعني ورا بعضه يعني ده فريكوينسي اوف ستيميليشن. ال several successive stimuli سواء كتبنا العلامة دي او ما كتبناهاش في الاخر هو الكيرف معروف. تمام، كيرف شكله واضح وياريت نحفظ شكله. ممكن اسألك على number 1 number 2 number 3 number 4 number 5، احنا عامة هنا نقينا اكتر 3 واضحين نسأل عليهم، ممكن التلاتة نسأل عليهم، ممكن اي واحد منهم. كيرف number 1 represents separate contraction، ليه؟ لان احنا زي ما احنا شايفين الكونتراكشن والريلاكسيشن هي هنا مرسومه خط مش كيرف، لان الدرام السرعه بتاعتها مش على ال يعني مظبطين السرعه بحيث ال ما بتترسمش كيرفات كامله، بتترسم كانها خط بس. هي الخطوط عامه حتى لو الكيرف مش كامل قدام عينك او مش واضح قدام عينك، الكيرف في الاخر الخطوط واصله لغايه البيز لاين، يعني العضلة بتعمل كونتراكشن وعلى نفس الخط بترجع تاني ريلاكسيشن. فأنا عندي الخطوط باينة قوي إن إحنا واصلين للبيز لاين. تمام، كيرف نمبر 2 هيفهمني أكتر. كيرف نمبر 2 represents clonus،
عرفت منين اللي هو الكلونس؟ لانه بادئ في الاول عندي، بدأ الاول كيرف او اتنين او خط او خطين كده واصلين معايا البيز لاين، ثم علينا الفريكونسي فبدأ الخطوط بتاعتي بتاعت الكونتراكشن والريلاكسيشن تبقى فوق، ما بتوصلش البيز لاين. فانا هلاقي عندي ان الكيرف نمبر 2 بيريبريزنت الكلونس، و3 برضو باي ذا واي هيبقى نفس الفكره. هنبتدي ندخل في الشرشره اللي ما بتوصلش للبيز لاين، ده كيرف الكلونس. تمام، الكيرف نمبر 4 او نمبر 5 بيريبريزنت حاجه اسمها تيتانس، اللي انا هلاقي كيرف معلق فوق كده كانه خط مكمل معايا، مش سنان ولا حاجه، خط كامل كده سموز، اللي هو continuous contraction without relaxation. ده كده بيريبريزنت التيتانس. اذا انا الدياجرام اللي قدامي ده ويا ريت نحفظه، لو هلاقي الخطوط واصله لي للبيز لاين دي سيبريت كونتراكشن، لو هلاقيها في النص موجوده خطوط ولكن ما بتوصلش معايا للبيز لاين اللي هو الخط التحتاني خالص، ما بتكملش كومبليت ريلاكسيشن، فده اسمه الكلونس. وهلاقي في شرشره او سنان او اي علامه تدل على ان في بدايات ريلاكسيشن بس ما بتكملش، او هلاقي الكيرف اللي هو عباره عن ان حصل كونتراكشن وما حصلش معاها ريلاكسيشن، فالاقي خط مكمل كونتينيوس بس فوق خالص، بعيد خالص عن البيز لاين، معناها ان العضله في كونتراكشن ومش حصل لها ريلاكسيشن. ممكن نفس الدايجرام نفس الكيرف اسالك عنه بطريقه تانية، اقول لك what is the difference between tetanus and clonus. خلاص، يبقى هو انا كده انا دلوقتي عارف ان الدايجرام ده بيمثل separate contraction وclonus وtetanus. خلاص، هو ما سألنيش أرقام الكيرفات كل واحد منهم بيمثل إيه، إنما سألني على حاجة تانية. قال ممكن what is the difference between tetanus and clonus. فإيه بقى الديفرنس؟ إن أنا هعرف كل واحد منهم. هقول يا فندم الكلونس عبارة عن contraction with incomplete relaxation. يبقى الكلونس دي حالة العضلة بتبقى فيها بتبتدي contraction، بتخلص الكونتراكشن تبتدي relaxation ما بتلحقش تخلصها. يبقى contraction موجود معايا و incomplete relaxation، there is relaxation بس incomplete. ده الفرق الدرامي ما بين الكلونس والتيتانس. التيتانس بقى عبارة عن ايه؟ continuous contraction without relaxation. يبقى عضلة في الحالتين بتعمل contraction خلاص، بس في الكلونس بتخلص contraction وتبتدي relaxation بس ما بتلحقش تكمله، يبقى contraction with incomplete relaxation. في حالة التيتانس بيبقى continuous contraction without relaxation، ما بتفكرش في relaxation أصلا، مفيش وقت للrelaxation أساسا، فهي contraction فقط، دي حالة التيتانس. تمام بقى بعد كده على ال effective warming وال effective cooling على الكلونس. وقلنا ان احنا خلينا العضلة تبقى في state of clonus، السمبل ماسل تويتش، علينا الفريكونسي فبدات تدخل سبيرت كونتراكشن، ثم وصلنا للفريكونسي اللي يخلي العضله دي ترسم كلونس على الروم تمبريتشر. تمام، اللي هو الرسمه بتاعتنا اللي احنا متفقين عليها، اللي هو العضله كان المفروض تكمل ريلاكسيشن ما بتلحقش تكمل ريلاكسيشن، فبتدخل في كونتراكشن واند انكمبليت ريلاكسيشن، اللي هي السنان اللي بقت كاركترستيك للكلونس. تمام، العضله في الحاله دي لو عملت لها وورمنج الريسبونس بتاعها هيختلف، هيختلف زي ما اتفقنا ان احنا هنقلب separate contraction. وده ليه؟ لان الديوريشن of the curve of each curve بيقل، بمعنى ان العضله بتبقى نشيطه اكتر مع الورمنج، فبتاخد وقت اقل عشان تخلص contraction and relaxation. انا دلوقتي الريت او الفريكونسي اوف stimulation هو هو في الروم temperature وهو هو في الورمنج، يعني انا ما غيرتش تباعد الاستيمولاي عن بعض، هو نفس التباعد هو هو. تمام، الفاصل الزمني ما بين كل ستيمولس والتاني هو هو، بس العضله مش هي هي، العضله بقت مور اكتيف. فلما كنا في الروم تمبريتشر الاستيمولس التاني بيسقط في مرحله الريلاكسيشن، لا اكتشفنا ان الاستيمولس التاني هنا هيجي بعد ما العضله تكون خلصت ريلاكسيشن، نتيجه ان الديوريشن ما بقتش محتاجه العضله نفس الوقت عشان تخلص الكونتراكشن والريلاكسيشن، بقت محتاجة وقت أقل، وبالتالي بقى عندها وقت كافي إنها تخلص ريلاكسيشن للآخر. طالما خلصنا ريلاكسيشن للآخر it's no longer a clonus. خلاص، إحنا دلوقتي بقينا بنتكلم في شكل جديد خالص اسمه separate contraction. يبقى what's the effect of warming on clonus؟ إنه بيتحول إلى أو turns into separate contraction. ليه؟ علشان نقص duration.
هنعمل نفس التجربة، نفس التجربة هنعيدها تاني بالكولينج المرة دي، ان انا برضو جبت البريباريشن في النورمال تمبريتشر ووصلتها بالفريكوينسي لمرحلة انها تبقى كلونس، اللي هو كل مرة contraction with incomplete relaxation، ما بنديهاش فرصة تعمل relaxation بس هي بتبدأ relaxation. تمام؟ وبدأت أمسك نفس العضلة دي على نفس الفريكوينسي دي، الجهاز هو هو، مش هغير في التجربة حاجة غير إن أنا هديها الفيسيولوجيكال سوليوشن كول، يعني درجة حرارة قليلة، قللت درجة الحرارة بتاعتها. الريسبونس إيه؟ هلاقيها وصلت معايا لمرحلة التيتنس. طب ايه السبب؟ نفس الفكرة، الـ duration of contraction بقت أكتر. يعني ايه الـ duration of contraction بقت أكتر؟ يعني العضلة ما بقتش active، بقت أكثر كسلا، بقت بطيئة، العضلة ما بقتش على سرعتها الطبيعية. احنا الـ warming كانت العضلة بقت سريعة، بقت تخلص contraction relaxation بسرعة. هنا مع الـ cooling العضلة بيبقى الـ duration بتاعت الـ contraction كبيرة، العضلة بتبقى بطيئة. فبطيئة يعني محتاجة وقت أكتر عشان تخلص contraction وrelaxation. طب هي أصلا الكلونس معروف إن هو بنبدأ relaxation وبنلحقش نخلصه، لا هنا بقى العضلة بقت بطيئة لدرجة إن هو الاستيمولس ما بقاش بيجي أثناء relaxation، بقى بيجي أثناء contraction. ما هي بطيئة، وقت contraction نفسه بقى أطول، وقت relaxation بقى أطول، فتكون النتيجة انه بدل ما الاستيمولس كان بيجي في وقت الريلاكسيشن، لا ده بقى بيجي في وقت الكونتراكشن، وبالتالي الكيرف معايا تحول من كلونس الى تيتنس لنفس هذا السبب، انه الديوريشن بتاعة المسل كونتراكشن بقت اكتر، وبالتالي كل مرة بقى الاستيمولس بيجي في مرحلة كونتراكشن مش في مرحلة الريلاكسيشن زي الكلونس. اوكي، وده برضو نموذج للسؤال اللي ممكن يجيني في الجزئية دي. نفس الكيرف اللي فات، اللي هو لما جبنا الدياجرام ده وإفكت اوف سيفرال سكسسيف ستيمولاي، مرة سألنا نمبر 1 بيربريزنت ايه، ونمبر 3 ريبريزنت ايه، ونمبر 5 وخلافه، ومرة سألنا يعني ايه كلونس او يعني ايه تيتنس او فرق كلونس عن تيتنس. والمرة دي بقى بنعلى اكتر في الاسئلة، نفس الكيرف هو هو، ممكن السؤال يجي عليه يا ترى الإفكت اوف كولينج اون كلونس ايه وليه؟ والإفكت أوف وورمينج أون كلونس إيه وليه؟ أول سؤال منهم، وممكن يجي أي واحد منهم برضو، يعني مش لازم هما الاتنين يجوا. What is the effect of cooling on clonus? It turns into tetanus. بمعنى أنا عندي مرحلة الكلونس اللي هي اتنين أو تلاتة، لو عملت لها كولينج، لو العضلة في المرحلة دي وعملت لها كولينج، أتوقع إن الكونتراكشن اللي هيترسم لي هيبقى تيتنس بعد كده، مش هتكمل كلونس. ليه؟ زي ما اتفقنا ان الكولينج بيزود الديوريشن اوف ماسل تويتش. يعني ايه ماسل تويتش؟ اللي هو كونتراكشن اند ريلاكسيشن، هو بيزود الديوريشن كامله بتاعه الكونتراكشن وبتاعه الريلاكسيشن، وبالتالي هيبقى العضله مش بتلحق تكمل كونتراكشن اصلا، فهتدخل في تيتانس. على العكس بقى، what is the effect of warming on clonus؟ It turns into separate contractions. والسبب عكس الكولينج، ان الوارمينج بيقلل الديوريشن اوف ماسل تويتش، يعني بتبقى العضله نشيطه اكتر، سريعه اكتر، وبالتالي بتحتاج وقت اقل عشان تخلص الريلاكسيشن بتاعها، فبنلحق نوصل الكلونس ده يلحق يوصل او يرجع يتحول الى separate contractions. تمام، ده كده نموذج للسؤال عن الايفكت اوف تمبريتشر على الكلونس. ده كده كيرف تاني، شكل مختلف عن الاشكال اللي احنا شفناها قبل كده، بس خلونا نشوف. ده ادي فوق اهو، اللاين الفوقاني ده عبارة عن الاستيمولاي اللي احنا بنديها، اللي هي باللون الريد، الخطوط الفيرتيكال الكتير اللي ورا بعضها دي، وتحتيه الكيرف اللي هو فيه contraction without relaxation. فthis curve represents tetanus، يعني الكيرف بالشكل ده. هعرفه من ايه؟ مبدئيا ان احنا ممكن يعني انت شايف خطين كده او كيرفين فوق بعض، واحد منهم هيمثل ستيمولاي والتاني هيمثل ميكانيكال ريسبونس. انتوا يعني ما فيش كيرفات كتير قدامنا بهذا الشكل، هو الكيرف ده خلاص كيرف التيتانس.
ان انا بلاقي continuous contraction without relaxation، يبقى خط مكمل ما بيوصلش نهائي للبيز لاين، ولا عامل لي اسنان، ولا عامل اي منظر يدي شكل تاني. دي عباره عن contraction without relaxation، لا يحتمل separate contraction ولا يحتمل الكلونس. والكلو بتاعي ان احنا زي ما احنا شايفين الاستيمولاي كتير 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 ورا بعضها، وكلها قريبه من بعضها جدا جدا جدا، لدرجه العضله على طول contraction contraction contraction. فدي كده الاسئله اللي تحت، دي نماذج الاسئله برضو اللي ممكن تيجي مع الكيرف. زي ما قلنا الكيرف ده ريبريزنت التيتانس. In the above curve the second stimulus falls during the نقط phase او the نقط period، اللي هي during the contraction period. تمام، يبقى انا هنا الستيمولس يهمني سواء في الكلونس سواء في التيتانس اعرف السكند ستيمولس جالي فين، في انهي مرحله. سكند ستيمولس يعني بعد الستيمولس الاولاني اللي دخلني في الكونتراكشن من بابه، بعد ما خلاص دخلت في كونتراكشن، السكند ستيمولس هيجي اثناء الريلاكسيشن فيبقى اسمه كلونس، ولا اثناء الكونتراكشن فيبقى اسمه تيتانس. طبعا هنا في الجراف اللي قدامنا ده او في الدياجرام اللي قدامنا ده هو جاي اثناء الكونتراكشن بيريود، بدليل ان العضله ما بتديش اي بادره للريلاكسيشن. effect of warming on this curve is، هو هيتحول الى كلونس. ليه بقى؟ لنفس الفكره ان الوورمنج هيخلي العضله سريعه اكتر، وبالتالي ممكن بدري تبتدي تخش في ريلاكسيشن معايا. يعني الاول كانت بتاخد وقت معين عشان تخلص كونتراكشن وريلاكسيشن، فالستيمولس كان بيجي دايما في مرحله الكونتراكشن، فانا عملت لها وورمنج، ففجاه الوقت اللي ما كانش مكفي انها تخلص كونتراكشن لا ده بقى مكفي انها تخلص كونتراكشن وبدات ريلاكسيشن كمان. فغالبا الكيرف بتاع التيتنس ده لما بعمل له وورمنج هيقلب معايا الى كلونس. دي علامه على ان العضله دي بقت اسرع، بقت انشط. تمام، طيب ايه بقى الايفكت اوف كولينج اون ذيس كيرف، كيرف التيتانس ده انا عملت له كولينج، اتوقع انه يحصل ايه؟ وقع الامر ان احنا مش هنلاقي تاثير، هيبقى نو تشينج. في تشينج بس مش هيبقى ملموس قدامي على الجراف، هيبقى التشينج عباره عن توقيت الستيمولس وهو جاي اثناء الكونتراكشن بس. فعليا نتيجه الامر ان هو هيفضل برضو الاستيمولاي تيجي اثناء الكونتراكشن فيز، بدري شويه متاخر شويه، هي دي بس الفكره ان احنا عملنا كولينج او نورمال تمبريتشر. بس في جميع الاحوال احنا بنجيب الاستيمولس السكند ستيمولس فول ديورينج ذا كونتراكشن فيز، لان العضله كانت اوريدي ما بتلحقش تخلص كونتراكشن، فانا عملت لها كولينج فبقت ابطا، فبرضو مش هتلحق تخلص كونتراكشن. فالقصة كلها حتى لو عملنا لها ستيميليشن اثناء الكونتراكشن فيز بدري او متاخر، في جميع الاحوال احنا عاملين لها ستيميليشن اثناء الكونتراكشن فيز. الري ستيميليشن او سكند ستيميليس في جميع الاحوال هيبقى اثناء الكونتراكشن فيز برضو، وبالتالي التيتانس يظل تيتانس، مش هيحصل حاجه في الكيرف قدامي، هيبقى فيه نو تشينج. تمام، يتبقى لنا هنا اخر جزئيه خالص اللي هي تعتبر يعني ابلكيشن الجزء النظري بتاع الستير كيس فينومينون. دي جزئيه يعتبر اخدناها في الثيوريتيك في يعني في المحاضرات النظري بتاعتنا، الستير كيس فينومينون او التراب او الفريكوانسي فورس ريليشن شيب. ان احنا لما بندي ريبيتد سكسيسيف ماسل ستيميليشن within short time at a rate which does not produce fatigue the first few contractions become progressively stronger، وبيبقى الكيرف بهذا الشكل. قصده ايه؟ قصده ان نفس الامبليتيود او strength of stimulation هو هو، انا ما غيرتش قوه الاستيمولس خالص، مع يعني ما غيرتش حاجه غير الفريكوانسي بس، بنفس قوه الفريكوانسي ونفس قوه الاستيمولس، بدل ما كنت بدي سنجل ستيمولس بقيت بعمل سكسيسيف يعني متتابعه متتاليه ورا بعضها ستيمولاي، ومن غير ما ادخل العضله في فتيج، هي لسه العضله فريش وبخيرها كده. هلاحظ ان اول كام كونتراكشن، اول اتنين تلاته كونتراكشنز، اول حبه كونتراكشنز اللي في الاول خالص، هلاقيهم واحده واحده السقف بتاعهم بيعلى معايا، هلاقي الامبليتيود او الهايت بتاع الكونتراكشن بيعلى معايا. ده نتيجه لايه؟ ده نتيجه لان
او اللي هي بقى الاسباب بتاعه الستيركاس فينومينن. اول حاجه البوتاسيوم بيبتدي واحده واحده يقل جوه ويكتر بره، تمام؟ فده هيدخل العضله كامله في يعني some sort of depolarization or so. المهم ان احنا ايه، واحده واحده البوتاسيوم ما بيبقاش البالانس بتاعه على الطبيعي، بيبقى اكتر ناحيه بره، مش لاحقين نظبطه لسه. حاجه كمان الكالسيوم ما يعني over and over، وخصوصا كمان بنحسها قوي في مراحل الكلونس والتيتانس، بتبقى واضحه اكتر كمان عن السيبريت كونتراكشن، ان الكالسيوم ليفل واحده واحده بيبتدي يعلى جوه السيتوبلازم. يعني مثلا لو قلنا على الكلونس مثلا، هقول ان انا العضله دخلتها في كونتراكشن جديد، ما كانش لسه الكالسيوم لحق يتسحب مثلا من السيتوبلازم، فدخلنا كالسيوم اكتر. كل مره مع كل ستيمولس جديد بنطلع كالسيوم جديد، ممكن تكون الكالسيوم لسه ما لحقش يخلص من السيتوبلازم، فتكون النتيجه ان انا بدات اطلع كالسيوم جديد على كالسيوم اوريدي موجود، فواحده واحده الكالسيوم بيزيد معايا جوه السيتوبلازم، وبالتالي الفورس اوف كونتراكشن هتبقى اعلى معايا. في حاجه كمان انه العضله عماله ادخلها في كونتراكشن في كونتراكشن في كونتراكشن، كل الاكتيفيتي دي فيها حرق اي تي بي، فيها ليبريشن اوف هيت، فيها هيت بيخرج معايا من حرق الاي تي بي ده، وتكون النتيجه في الاخر ان احنا كده كان احنا بالظبط عملنا ايه، عملنا وورمنج للعضله، العضله دي سخنت خلاص، العضله دي بقت مور اكتف، وبالتالي الكونتراكشنز اللي بعد كده بتبقى اقوى نتيجه ان هي بقت كانها حصل لها وورمنج، او هي فعليا بيبقى حصل لها وورمنج، فالريسبونس بتاعها بيبقى اعلى، تمام؟ حتى لو الامبليتيود بتاعه الاستيمولس ما كانتش اعلى، لو انا يعني ما غيرتش خالص في قوه الاستيمولس، احنا كده كده الاستيمولس قوته ثابته، ولكن ريسبونس العضله هو اللي عمال يزيد معايا لغايه ما نوصل لحد معين، خلاص جبنا السقف بتاع العضله، ما بنبقاش جايبين ليفل اوف كونتراكشن اعلى من كده. والسؤال اهو جاي له، يعني جاي واضح وصريح، نفس الكيرفات احنا قلنا، يعني اكتر حاجه بتبقى واضحه معايا لما يعني احنا كده كده بندي فريكوانسي اوف ستيميليشن عالي، يعني ريبيتد سكسيسيف ستيميليشن، ده الشرط بتاع الستير كيس فينومينا، ان انا بديها ستيمولاي ورا بعض ورا بعض ورا بعض، فبلاحظ ان ريسبونس العضله واحده واحده بيزيد معايا لغايه ما نوصل لليفل معين خالص، يعني هو في يعني بيبتدي معايا يزيد تدريجيا في البدايه. فالستيركس فينومينون اتوصفت معايا على سيبريت كونتراكشن وعلى كلونس وعلى تيتانس، فالكيرف بالتالي الدايجرام اللي جبناه او الكيرف اللي جبناه هو الكيرف بتاعنا بتاع سيبريت كونتراكشن كلونس تيتانس، نفس الكيرف اللي احنا من ساعتها بنسال عليه. What is meant by staircase phenomenon? Increased height of muscle contraction with repeated successive muscle stimulation. تمام، ده التعريف بتاعنا سواء كده او اللي احنا جايبينه من الجزء النظري بتاعنا. Explain its cause، هي نفس الأسباب، نقص البوتاسيوم جوه الفايبر وزيادته بره، زيادة الكالسيوم جوه المسل فايبر فيديك كونتراكشن أعلى، وفي نفس الوقت الهيت اللي بيبقى أثناء المسل كونتراكشن بيعمل وورمنج للعضلة، وبالتالي بيزود السترينث اوف سبسيكوينت كونتراكشنز، نفس الكلام هو اللي احنا اتفقنا عليه، تمام؟ و thank you very much and good luck all.